ما أهداف تعليم التعبير الكتابي؟ أو بمعنى آخر، لماذا نعلم التعبير الكتابي في مدارسنا؟ تتنوع الأهداف المرصودة لتعليم التعبير الكتابي، ولكننا يمكن أن نصنف هذه الأهداف إلى ما يلي: أولاً: الأهداف الفكرية، الجانب الفكري من الجوانب المهمة في تعليم التعبير الكتابي. فنحن نسعى الى ان يستطيع الطالب ان يعبر عن افكاره بوضوح وان يستوفي الافكار الاساسيه في الموضوع الذي يكتب فيه وان يتمكن من ترتيب هذه الافكار ترتيبا منطقيا او تاريخيا او نفسيا وان يستخدم الادله المناسبه لتدعيم افكاره قد تكون هذه الأدلة أدلة منطقية، وقد تكون أدلة تاريخية، وقد تكون أدلة دينية، وأن يستطيع أن يولد فكرة من أخرى، وأن يتمكن من استخلاص النتائج المناسبة للمقدمات التي يطرحها في كتابته، وأن يقدم حلولا ومقترحات مناسبة. للمشكلات التي قد يتناولها فيما يكتب الفكر إذن هو مضمون عملية الكتابة ولذلك الأهداف الفكرية هي من الأهداف المهمة التي يجب أن يحرص معلم اللغة العربية على تثبيتها وتحقيقها وتنميتها لدى المتعلمين في مختلف مراحل التعليم إذا انتقلنا من الأهداف الفكرية نجد الأهداف اللغوية، والأهداف اللغوية في تعليم التعبير الكتابي تتعلق بمستويات اللغة المختلفة. نحن نسعى إلى أن يتمكن المتعلمون في تعبيرهم المكتوب من استخدام الكلمات المناسبة للمعنى والمناسبة للسياق. الكلمات محددة الدلالة، الكلمات.. التي تعبر بالفعل عما يقصدونه نحن نسعى ايضا في الاهداف اللغويه الى ان يتمكن المتعلمون من بناء جمل صحيحه في تراكيبها ومن استخدام انماط متنوعه للجمل كذلك نسعى الى تمكين المتعلمين من استخدام جمل من استخدام جمل تعبر عن المعاني و الى تمكينهم من توظيف الصور البلاغيه التي تخدم المعنى. هناك ايضا الاهداف التعليميه، والاهداف التعليميه تتعلق بالجوانب التعليميه التي يمثلها التعبير الكتابي. الجانب الاول ان التعبير الكتابي يعد غايه في حد ذاته، فاذا ما تمكن منه التلميذ تحول التعبير الكتابي الى وسيله يثبت بها التلميذ انه قد تعلم بالفعل، فالتلميذ يظل يتعلم الكتابة، فإذا ما اتقن الكتابة تحولت الكتابة إلى وسيلة لإثبات انه قد تعلم وينطلق في تعلم المواد الدراسية الأخرى، ويعبر عن مستواه في هذه المواد الدراسية من خلال الكتاب. الأهداف التعليمية تشمل أيضاً أن يكتب المتعلم بخط واضح ومقروء وان يراعي قواعد الاملاء والهجاء السليم وان يقسم موضوعه الى فقرات منظمه وان يستخدم علامات الترقيم استخداما صحيحا وان يراعي الهوامش المناسبه في عمليه الكتابه هناك ايضا الاهداف الاجتماعيه لا شك ان في موقف تعليم التعبير الكتابي نعلم التلاميذ فنون التعبير الوظيفي المختلفه وفنون التعبير الوظيفي شرط اساسي ومطلب اساسي للحياه في المجتمعات الحديثه فهذا المتعلم يتعرض لمواقف متعدده قد يطلب منه فيها ان يقوم بملء استماره او بكتابه طلب او باعداد تقرير او بكتابه وصف الى اخر هذه المتطلبات الاجتماعيه التي يحققها تعليم التعبير الكتابي، كذلك التعبير الكتابي له اهداف شخصيه، هذه الاهداف الشخصيه تتعلق بالبعد النفسي الذي يمثله التعبير الكتابي، هذا البعد النفسي يتعلق بان التعبير الكتابي يسمح للتلميذ بان يعبر عن نفسه. وبأن يعبر عن ذاته بيسمح بالكشف عن الطلاب الموهوبين وبمتابعة هذه المواهب حتى تنضج وتنمو، التعبير الكتابي يعطي للطلاب فرصة التعبير عن ذواتهم وعن مشاعرهم بطريقة إبداعية متميزة، إذا أهداف تعليم التعبير الكتابي يمكن أن نصنفها إلى أهداف فكرية تتعلق بالجانب الفكري واهداف لغويه تتعلق بالجانب اللغوي واهداف تعليميه تتعلق بالفوائد التي يجنيها التلميذ من تعلم التعبير الكتابي واهداف اجتماعيه تتعلق بوظائف الكتابه في المجتمع الحديث واهداف شخصيه تتعلق بالمنافع الشخصيه التي يحققها كل تلميذ عندما يتقن الكتابه